بالنسبة لنا احنا داخل المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، يعني كل هيئات وكل الجمعيات وكل النقابات وكل الفاعلين المهنيين اللي استنكروا وندوا بهذه الزيادات المتتالية وبهذا الغلاء التصاعدي ديال مادة الغازوال. بالفعل هناك إكراهات ومشاكل على المستوى الدولي، وحنا كنتفهموا الوضع الدولي يعني الاحتقان اللي وقع الآن والحروب وكل الأمور اللي هي متعلقة بهذا الارتفاع، ولكن ميمكنش هذا الارتفاع اليوم احنا نأديو يعني التكلفة ديالو، نأديو يعني التداعيات ديالو، أن المهنيين اليوم هما يكونوا يعني هما اليوم من يؤدون يعني الفارق ديال الغلاء ديال هذه المادة الحيوية، واللي هي بالمناسبة كتشكل اليوم واحد 50 حتى 55% من التكلفة ديال النقل، لا في النقل الجماعي الأشخاص ولا في النقل العمومي للمسافرين. وبالتالي أننا اليوم احنا أمام وضع يعني مقلق جدا في قطاع النقل، خصوصا أننا اليوم احنا كنآمنوا كذلك أننا ما يمكنش أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار ديال أو الثمن ديال النقل، لأن هذا سينعكس مباشرة على كل المواد الأساسية والمواد الغذائية، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن اللي هي تضرات بارتفاع مجموعة ديال المواد الأسعار ديال مجموعة ديال المواد الأساسية. وفي نفس الآن راه اليوم المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط يعني اليوم في الحوارات ديالها وفي اللقاءات ديالها مع الوزارة بخصوص اللجان التقنية من أجل تأهيل وتنظيم و يعني تطوير قطع النقل الطرقي اللي كنشاركوا فيه احنا كمنظمة، يعني هذا الموضوع ديال المحروقات هو نطرح نفسه بقوة، لأن غادي سيعيق كل الحوارات المستقبلية إن لم تتدخل الحكومة لإيجاد حل للمهنيين، لمهني النقل البضائع ولمهني النقل الجماعي والعمومي للمسافرين، أجل الدعم ديالهم في هذه المادة الحيوية، أجل أننا اليوم نحافظوا على الاستمرارية ديال القطاع والدليلية دياله، ونحافظوا كذلك على المستويات ديال الأسعار. ما ننساوش أن القطاع ديال النقل بالطرق بصفة عامة هو خارج كذلك يعني من مشاكل كمجموعة ديال القطاعات ومتداعيات ديال الفيروس كورونا ولهاد السنتين المشاكل اللي عاشها القطاع. إذا كل هاد الأمور لابد أن الحكومة اليوم تكون واعية به أن القادم سيكون أسوأ مع هاد المتغيرات ومع المشاكل الدولية ومع ارتفاع أسعار ديال النقل ديال كل الواردات اللي كتجينا للمغرب من غاز ومن بترول ومواد استهلاكية ومواد أساسية. الحكومة خصها تكون اليوم عندها واحد النظرة أنها تواكب هاد المهنيين وتدعمهم من أجل أولا تطوير الاقتصاد الوطني اللي كيعرف تحديات، وكذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأننا نحافظوا على الأسعار ديالها في المكان ديالها. والكل اليوم راه يندد بهذا الارتفاع ديال الأسعار اللي اكتوى به الجميع، كاين احتقان صراحة، ولكن لابد أن الحكومة تكون يعني في هذه المراحل يعني اللي كيعيش فيها المغرب هذه الظروف هذه، لابد أن الحكومة تكون حاسمة. وحنا قدمنا يعني مجموعة ديال الاقتراحات مبنية على أساس يعني الخبراء اللي بدونا بها، اللي ممكن أن المهنيين اليوم أنهم يكونوا يعني خاضعين للدعم في هذه المادة هذه. كذلك باش نختم هذه المداخله ديالي، حنا داخل المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك خدينا محطه احتجاجيه يوم 24 وطنيه، ولقات تجاوب كبير من طرف كل القطاعات ديال النقل تنديدا واستنكارا لهذا الغلاء التصاعدي. كانت خطوه اننا نلفتوا الانتباه للحكومه ان راه المهنه كتعيش مشاكل، وازمه الغازوال عمقت هذه المشاكل والاكراهات اللي كيعيشوها المهنيين.